بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين متابعة قناة شفت. مرحبا بكم، أنا اليوم في هذا البث المباشر من بقناة كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد هذا اللي هو أب من ذوي احتياج خاص. كيف ما كتلاحظوا معنا عنده 4 وليدات هدمولو مع الأسف أنه تدم، كان خدام في مرشي وتهدم هذا المرشي، لكن اليوم كيقول ما عارفش فين يمشي. غنسمعوا هذه القصه ديال هذا السيد هذا والحاله ديالو، واحد الحاله يرثى لها كيف ما كتشاهدوا مع المتابعين الافاضل متابعين قناه شوت. اللي كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل انهم يبارطاجوا فضلا وليس امرا. غنسمعوا القصه ديالو. مرحبا بك في قناه. في الاسم ديالك محمد. مرحبا بك سي محمد ومرحبا بكل المتابعين. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل انهم يبارطاجوا فضلا وليس امرا. سي محمد مرحبا بك مره اخرى. انت كيف ما قلت لي 4 وليدات من ذوي احتياج خاص، 20 سنه وانت في هذا السوق هذا اللي كتبيع وتشري الخضره. كيف ما قلتي غادي نسمعوا القصه ديالك من بلاد ما هدمولك. كيف ما قلتي ما بقيتش عارف راسك فين تمشي فين تعطي الراس. مرحبا. وي السلام عليكم خويا. انا 20 سنه وانا خدام هنا تنبيع ونشري في السلعه. 20 سنه وانا دابا اليوم جي كنت في قنيطره تنبيع في غيضره، ملي جيت لهنا دخلت المارشي لقيت كله تهدم، ما بقاش فيه شي حاجه. مره السلعه ما كاين، السلعه دابا هي باقا تعرف في الوطن، هي شوف السلعه كلها في الوطن ما كاينش فين نديرها كاع. واخا انا ما عنديش فين ندير، ما يمكنش فيها تباع في نهار واحد، ما عندكش دير فيها. فوق هنا 25 طون وانا كندير بطاطا وخيزو وتخلي اللفت والبصله كلشي كنديرو مع طيشه باش دي هاد الشيء هذا وتبيعيه في كلشي في دقه ما يكملش لك. صعيب باش كمل ليا. وحكي لها بعد المده غادي تخسر. كتبيع هنا شويه وكتهز شويه ديال تقطعي شويه. نعم. باش تبيع كلشي ما مرايش بالك كلشي في نهار واحد. نعم. تبيع شويه بشويه. دابا هما جاو اليوم ريبوا كلشي وما داروش لينا البديل. البديل كون عاد دابا هزوا جاو ريبوا مثلا المارشي وقالوا لنا غنعطيكم في قنيه اخرى، ماشي مشكل. دابا جاو هما ريبوا لينا وسكتوا علينا، ما داروا معنا والو مره كاع. غنقولوا مثلا جاو سدوا علينا. فهمتي والله اعلم. انا دابا 20 عام ما عمري تقديت من مارشي شي مارشي اخر. تنبيع نشرينا تنجي هنا كنتقدى هنا كنمشي نبيع سلعه صافي. نمشي نبيع مارشي اخر ما نعرفش نتقدى كاع عند اخر، انا ما نعرف من ندير والله ما نعرف من ندير. دابا انا هذا وخونا مره كاع. حنا دابا من ريمونا المارشي دخنا، والله الا دخنا بان انا جيت من جيت لقيت هادشي هذا تصدمت. انا 20 عام وانا هنا دابا البيع والشراء كامل هنايا اللي هنا بحال خودي تنتعامل مع كلشي هنا. ما يمكنش دابا نمشي لجهه اخرى وما عارف شي واحد، ادخل بحال على جديد بحال على نبدا من جديد. هذا هو المشكل. دابا الخساره عندك؟ والخساره انا تقريبا واحد 8 مليون عندي انا هنا على هادشي اللي كاين. مشكل اخر الطاطا وخيزو ديك الروينه اللي باقا ما دخلتش، راه مشكل. وعاد تنخرجوا على برا نسقطوا، راه مشكل. المهم صدمونا كاع، لونونا القضيه كاع مره ما دخلنا كاع ما عرفنا ما نديرو. قلت لك دابا كون عاد دارونا البديل ما عندناش مشكل. ما عندناش مشكل يجيو يقولوا لنا مثلا غنحيدوكم منه ونحطوكم في جهه اخرى ولا نحطوكم هكا. دابا سدوا علينا الباب بحال دابا مثلا جاو وحكموا علينا. دابا انتم كيقولوا بعض المسؤولين جاو لهنا هدموا في هذه وهدموا كاع، ما كاينش اللي في راسو بيع شراء، كاين ما في راسوش كاع. كاين اللي قاعد دابا مشي، حنا مشينا صار لنا الجمعه انا لا ندخل الدار عيطي واحد الدري قال لي راه المارشي راه ريبو. انا واخا قال لي ريبو ما قلت انا ما صدقتش. جيت من جيت شتات بحال يضربوني قرطاس، ما عرفت من دي. تفاجئ دابا انا من غدا فيها نمشي، ما عنديش فيها نمشي من غدا. دابا خصني عاد نبدا من مادة وجديد بحال عاد نمشي لشي مارشي اخر بحال عاد نبدا نتعلم نبيع ونشري. انا هنا دابا هنا قريب ليا الحال. دابا مثلا تندير هنا 10 دقائق من السبيطار هنا تنوض 10 دقائق. انا هنايا تنوض مع الساعة الا مشيت لمارشي بعيد خصني نولي نوض مع 3 الصباح. مشكلة وصافي الله يصاوبو صافي هادشي اللي كاين. واخا فاش كطالبو؟ تنطالبو بالبديل. خصنا ديروا لنا حل هو البديل. ماشي مثلا انا نقول لا ما يمكنش نسدو عليكم، ما يمكنش تريبوا لنا مارشي. غريبوا ولكن عطيونا شي قنت اخر ماشي مشكل. ما عطاونا سدوا علينا دابا بحال يحكموا لنا هما بالاعدام. سدوا علينا مره. سمعتيني يا اخويا؟ سدوا علينا مره هما، ماشي قالوا لنا مثلا نعطيكم احنا نريبوا لكم هنا ونعطيكم جهه اخرى ولا ذا. قلت لك دابا هما قلت لك كون ريبوا لنا هنا وقلنا سيروا مثلا جهه اخرى. دابا ريبوا لنا وحبسوا لنا الباب صافي، ما قالوش لنا كاع وصافي وما حبسونا. دابا حنا داخلنا من غدا فيها نمشيو، من غدا فيها نتغداو من نتغداو من عاد ما عندناش فين نمشيو. هذا المشكل. وحنا انا تنقول لك 20 عام انا هنا من 2004 انا هنا مولي قبل لي راه كثار. هذا هو المشكل والله العظيم. قلت لك الله يصاوبو صافي.
ضربهم الله يصاب الله يصاب الله سي سيدي. باش كتعجب تنطالبوا بالبديل حنا بالحقوق خصنا دابا حنا مازال دابا شي واش دابا مازال ما شويه 20 سنه تيحبسك ما تيحبسك غادي يصيفطك بوحدك ديريت غايقول عاشدك يقول سير بحال هذاك حنا دابا بحال اللي حبسونا بحال اللي ما عمرنا خدمنا في هذا الشيء من اللي لحقوها وقفونا بحال اللي كون عطاونا البديل غنقولوا نعرفوا ما نديروا. إذن كيف ما كتابعوا معنا متابعين أفضل ديال متابعين قناة شوتي وقناة الشعب، هاد السيد هذا من ذوي احتياج خاص كيف ما كيقول أنه عنده أربعة نشري أنا ماشي أنا الحمد لله خمن احتياجات الخاصة كنبيع ونشري أنا عطاني الله سبحانه وتعالى القوة كنبيع ونشري الحمد لله وما كنديرش شي واحد أنا ربي معاوني أنا ما تنطالبش نطالبها بالبديل مثلا نطالب بالبديل عطينا شحال شي قنية نديروا فيه مارش نبيعوا ونشريوا فيه أنا هاد المارش راه كامل كيستافدوا منه راه تقريبا واحد 1000 ديال البصل كتستافد منه دابا الناس هادو كاملين حكموا عليهم بالمؤبد مثلا عدموهم بحال دخلوهم الحبس وقالوا لهم بقايتوا هنا هاد الناس كيلو ديال البطاطا ما لقاوش منين يشريو دابا هادو دابا هاد الناس دابا هاد الحماله مثلا كيجينا كتجمع عند الفلاح مباشرة هذا الفلاح ديريكت تدخل هنا جديده السلعه ديريكت تدخل هنا ديريكت كتباع بالجمله هنا دابا السلعه جديده كتدخل هنا هذا هو المشكل مباشره دابا هنا كلشي خدام هنا دابا مثلا الحمال مول الكروسه كيجي كيصور 30 درهم 50 درهم على الحمالة مساكن كاين واحد 500 واحد مثلا نعم كاين ديال مول الكروسه نعم قال لك كلشي تيستافد من نقول لك تيديو خضيره دابا دوك الحمالة ثاني كيديو خضيره من هنا كيدبروا راسها ثم يصور واحد 70 درهم 80 درهم 100 درهم يصور واحد 30 درهم مثلا كلشي خدام تريبورت واحد مول الكراس مول البيكوبات المهم اللي جا كيدي لا جا شي واحد مثلا بغى خضيره كيدي خضيره مثلا دخل شي واحد بغى يدبر على كفيفه ديال الخضره جا دير ياخذ بصيله يمشي عند اخر ياخذ مويطيشه ياخذ طيطه شويه 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 وغادي خضيره يدي مثلا واحد 10 كيلو 15 كيلو ديال الخضره مخلطه ودابا تحيد هذا المارشي فينا وما لقاش منين ما لقاش منين يدي وتحدد لي من تسدد صافي غادي تسدد عليهم ما عندهمش فين يعطيو راسهم مره قلت لك دابا قلت لك تقريبا 20000 ناس ما تستافد من هذا المارشي كلشي كتستافد منه كطيح لهم دابا مثلا قلت لك انا عامل دابا مثلا البقنه هذه اللي كتباع فيها رخيصه السلعه رخيصه وكيما يتحيد هذا المارشي هذا غتولي تباع بسلعه بالثمن تباع هذه السلعه وتولي تجيب ترونسبور زايد مثلا طاطا مثلا دايره 100 ولا 120 تولي تباع 140 160 ما يمكنش المارشي من البقنه هذه اللي هنا دايره 2 كيلومتر تولي تباع تضرب 40 كيلومتر 50 كيلومتر عاد تجيب السلعه هنايا ما حد الكيلومتر كيتزادوا والسلعه كتزاد من عند الفلاح لهنا والله يدير الشاوي ديال الخير وصافي هادشي اللي كاين. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب كيف ما كتشاهدوا معنا هذاك الصويت كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد من ذوي احتياج خاص اللي عنده اربعه البليدات كيف ما كيقولوا انه من بعد ما هدموا السوق فكيف ما كتلاحظوا معنا كيقول معنا فين نمشيو ما عندناش البديل ما كاينش ما عطاوناش البديل كنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يدخلوا ويعطيونا البديل اليوم كيف ما كتلاحظوا قال لك اليوم كيتفاجئوا ما عارفين فين يمشيو ما عارفين فين يعطيو الراس كيف ما كتشاهدوا معنا مازال مصدوم مازال كيقول انا كنت اليوم في كونيترا جيت تكلقوا انها شي مهدوم كما كتفاجئوا كاين اللي تشرح لهم الخبر كيف ما كيقول كيقولوا انهم الله يجزيكم بخير المسؤولين الى ما شوفوا معنا حل فدمتم في عهد الله وحافظين نتلاقاو في بيت اخر كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل المتابعين قناه شوف تيفي انه يبارطاجيو فضلا وليس امرا دمتم في عهد الله وحافظين نتلاقاو في بيت اخر ان شاء الله كلشي هنا صاحبي كلشي والسقاطه كاينين وعمر باقي هذا هو ما عرفتش شنو هي